امرأة جاءت للعمرة وكان عليها النقاب، وبعد أن تجاوزوا الميقات بدقائق نزعت النقاب، هل عليها شيء؟ إن كانت ناسية أو جاهلة فليس عليها شيء، أما إن كانت متعمدة فيكون عليها فدية، وهي ذبح شاة في مكة توزعها على الفقراء، أو إطعام 6 مساكين كل مسكين نصف صاع، أو تصوم 3 أيام، هذا إذا كانت متعمدة. نعم.